برضو كلام مني أركم الناوي عن موضوع الحوار تحديدا، نشاهد معك. عشان كده احنا قاعدين نقول لاخواننا واخواتنا معانا في الحريه والتغيير، اللي كان معانا في الحريه والتغيير اللي خلينا له مساحه وقعده في الفريشات والمشوا على بساط الحمراء بساط الاحمر، يا جماعه تعالوا نقعد مع الشعب السوداني ده، كيف خلونا لما تقول التسامح والحوار بقول لك احنا ما بنتحاور مع المؤتمر الوطني، احنا ما بنتحاور مع الحركه الاسلاميه، لكن يا اخي احنا المحركه الاسلاميه ولا المؤتمر الوطني ذات ما قادرين تتحاور معنا، يا اخي انتوا كذابين. الله اكبر. احنا ذات كتبنا معاكم وسوينا معاكم وياما خيطنا معاكم واتامرنا معاكم واسقطنا الحكومه السابقه حبيتوا تتحاوروا معنا، فنحن نصدقكم كيف انه كلامكم ده بوراه صدق. لا 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 انتوا بسيطين، لقيتوا كراسي كثيره وما دايرين تفكوها، لكن كراسي ده حق الناس. نعم، أيضا مني أركو مناوي وجه شكره لأجهزة الأمن التي حمت الأوضاع لحين استلام قوى الحرية والتغيير، لنشاهد ما الذي قاله. ونذكر برضو القادة أو الأجهزة الأمنية بتاعتنا ديل، وكان ديل الجيش أو الأمن أو الشرطة أو الدعم السريع، فهم يا أخوانا في الحقيقة أمنوا الفترة بتاعت سقوط ناس البشير الحرامية لغاية ما نحن نجي نتحالفوا معاهم، هم نأمنوا الوقت إذا كان سمعوا كلام اللي بيقولون للناس النشطة يا أخي نحن والكذا، كان فجروا البلد ده من بدري جدا. أنا ما دايرين نفجر البلد، نحن ما مصالحين مع ناس بشير، نحن أصلا يا أخي أنا هسي واحد من الناس مثلا أنا أضرب مثل، طبعا ما ممكن انا اتكلم بلغه الضحيه، لكن خلوني انا اتكلم بلغه الضحيه او اقول لي واحد من الزول زي انا من عائلتي انا عشان امشي واقعد مع عائلتي اشرب الشاي، هسه ما عندي لانه ناس مشتتين في المعسكرات. انا اللي بتكلم ده ناس مشتتين ياما مشتتوا في معسكرات في اوروبا، ياما ماتوا في بحر الابيض المتوسط هروبا من الوضع الجهيم، ياما قاعدين في الشات في معسكرات، ياما شتتوا في المحلات، محل اللي عشان اقعد اشرب فوق شاي واضحك معاهم واشر وانا زمان، لكن ما دايرين ننتقل. انت مشكلتك شنو قاعد هنا؟ لا شلت السلاح، لا دقيت زول، لا سجنوك، لا عملوك اي حاجه، انت مشكلتك شنو؟ ارفع راسك وشوف الدنيا دي الناس دي قد كم ناس. السودان ده ما ابوك ولا امك ولا اخوانك اللي انت تعرفهم، السودان ولا اصحابك ولا الناس اللي اصحابك في الفيسبوك ولا في تويتر، السودان كثير وكبير. فعشان كده يا جماعه نحن الرساله بتاعتنا ده حقه الناس اللي جابتهم الثوره يجب يكونوا قدر الثوره. الناس جابتهم الثورة يجوا يكونوا قدر الثورة، وما في واحد يقدر يزايد علينا، حرية سلام وعدالة ده قالوا سنة 2009 من دار حركة تحرير السودان في موردة، الكلام ده أول مرة قيل بعد ما اجتمعت كل القوى السياسية السودانية. الله يرحمهم عظماء جزء من التاريخ الآن مضوا، الإمام الصادق المهدي، الدكتور حسن عبد الله الترابي، وأستاذ محمد عثمان نور، الأستاذ فاروق أبو عيسى، الناس دي جلسوا في دار حركة تحرير السودان وعملوا مظاهرات لأول مرة، بما في ذلك ناس الحركة الشعبية، واتحركوا من دار حركة تحرير السودان بهذه الكلمات الثلاثة: الحرية، السلام، العدالة. ما في واحد يقدر يزايد علينا. كويس؟ بعد ذاك ياما متنا ياما متنا ياما متنا، فأخواننا كلها شهداء. منو أنت اللي داير تمنع الحوار مع الشعب السوداني؟ وبعدين الشعب السوداني ده ما مؤتمر وطني برا ولا حركه شعبيه او ما حركه الاسلاميه برا. وبعدين الشعب السوداني ده ما يمين لوحده ولا يسار لوحده، الشعب السوداني ده صدر هنا برضه كثير. نحن لما نجمع كله نسمي ده الشعب السوداني، وانا سعيد جدا بهذا اليوم. إذا كانت هذه هي تصريحات مناوي بخصوص الحوار. دكتور، يعني نقاط عديدة أثارها مناوي، تحدث عن أن هؤلاء يعني هو بلغته يقول لهم يا أخي أنتم كذابين، يعني في موضوع يعني حسب ما قال هو في قضية الحوار، وأنكم تتهمون كل طرف آخر بأنه مؤتمر وطني. أيضا تكلم بأن السودان ليس يسارا وليس يمينا وليس حركة إسلامية، وعرج على أن القوات الأمنية لو كانت تستمع للنشطاء لتفجر البلد، ودعا هؤلاء النشطاء لأن يخففوا من لهجتهم
خاصة وأنهم ليس لم يخوضوا حربا، لم يعتقلوا، لم يعني حسب النقاط التي ذكرها. هل الأرضية التي يقدمها مني أركب الناوي تصلح لأن تكون بداية لانطلاق حوار عام في السودان؟ والله يا أخ ويس، يعني بصورة واضحة جدا أنه على الأقل القوى السياسية المؤثرة في هذا البلد أدركت تماما الوضع اللي أوصلت له الحرية والتغيير على السودان. وما كان مثل هذا الكلام يمكن أن يقال أو يسمع لو كانت الحرية والتغيير نجحت على الأقل بعد الثورة في أنها ما رفعته من شعارات اللي هي حرية وعدالة وسلام حققتها ولو بالقدر اليسير منها. لكن سوء الإدارة والفشل الذي يعني صاحب الأداء بالنسبة للحرية والتغيير، بالإضافة للخلافات الداخلية الموجودة بيناتهم، بالإضافة لإقصائهم لكل القوى الفاعلة الممكن تكون موجودة في السودان، وأرادوا أن يستأثروا في النهاية بالسلطة زي ما قال مناوي إنه قعدونا في البنابر ومشوهم قعدوا في الكراسي. يعني بهذه الجرأة وبهذه الصورة يعني بيعكس بصورة واضحة جدا القدر والمدى والخانة اللي وصلت فيها الحرية والتغيير. وبالتالي يمكن يكون الكلام بصورة واضحة جدا عن الفشل وعن ما على الأقل عدم المزايدة على القوى المختلفة والتي كانت لها نضالات وكانت لها دورها الفاعل، وكلها في النهاية هذه النضالات والأدوار المختلفة على مدار الثلاثين عاما في مواجهة النظام السابق. أنا بفتكر ما كان ممكن مثل هذا الكلام يقال بهذه الجرأة ويقال بهذه وبهذا الوضوح وفي مثل هذا المكان وبهذه المفردات الواضحة جدا، إلا ما يشير للقدر الضئيل جدا أو المساحة الضئيلة جدا التي أصبحت تحتلها الآن قوى الحرية والتغيير. وده بالتالي أدركته معظم القوة، وحتى يعني يمكن يكون إلى حد كبير جدا القوى الدعم السريع، وده كان واضح طبعا في كلام حميدتي زي ما ذكرنا في بداية الحلقة، وكذلك حتى في البرهان يعني قبل يومين. لكن أرجع لنفس السؤال يا دكتور، وهنا أنقلك لكلام أحد المتابعين علي أبو علم. يقول لك كلام حمدوك البرهان وحميدتي عن المصالحة ليس حقيقي، مجرد كلام لشغل الناس عن الحاصل. والله ده ما هي ده وجهة نظر، لكن أنا بفتكر يعني ما ممكن بهذه الصورة يعني يتم الكلام فيها. يعني أنا الكلمة اللي كنت عاوز أقول لك كلام البرهان قبل يومين في 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 جهاز الأمن ومخاطب القوات في جهاز الأمن، وإنه على الأقل الأهمية جهاز الأمن ودور جهاز الأمن، والكلام اللي ما كان البرهان بيقدر يقوله ويقوله زي ما قلت لك في الفترة السابقة عندما كانت قوى الحرية والتغيير ماسك الميدان وماسك الشارع، وبالتالي يمكن أن تخيفهم وتخيفهم كلهم. الآن أدركوا تماما أن هذه القوة هو محدودة ومعزولة، وبالتالي لا بد أن تكون في حجمها الطبيعي. وبالتالي أنا بفتكر هذا الذي يحدث الآن هو عبارة عن هومورك لتجميع أكبر قدر من القوى السياسية، وبالتالي يمكن يعني على المدى البعيد بنظر أنه حيكون وما حيكون مناسبة يعني زمن بعيد، أنه حيكون على الأقل في تجمع بتاع قوة ما سهلة وتجمع طيف واسع جدا، من إذا كان من الطرق السوفية أو إذا كان من الإدارات الأهلية أو إذا كان زعماء القبائل أو غيره أو من الحادبين على أمر السودان، أن يجتمعوا بصورة واضحة جدا وأن تتكون حاضنة سياسية جديدة. هذه الحاضنة السياسية الجديدة تتفق على مسائل محددة تتعلق بالفترة الانتقالية، مدة الفترة الانتقالية، وبالتالي يتم إرجاع الأمر للشعب السوداني أن يقول كلمته للناس. مثل هذه الجرأة في هذا الكلام لا يمكن أن تتم أو ما كان يمكن أن تتم في وقت سابق عندما كانت والحرية والتغيير بأسلحتها المختلفة التي يمكن تستخدمها ضد كل هؤلاء القادة. الآن واضح جدا حتى صوت اختفى تماما إلا مثل هذا التعليق، يعني افتخر التعليق البائس، ودي هي واحدة من الـ من الـ من الـ من الأسلحة اللي بيستخدمها قوى الحرية والتغيير اللي هي الوسائط وسائل التواصل الاجتماعي. لكنه حقيقة فعل، ودي واحدة من الأسباب اللي أدت للفشل الذريع. يعني الناس ما بيفكروا في أنه في مشكلة، ما هي الأسباب بتاع هذه المشكلة، وبالتالي يتم حل لهذه المشكلة. تحصل مشكلة تحدث إثارة الغبار لتغطية المشكلة، المشكلة تتفاقم
وبالتالي عندما فعل مشاكل يدرك الحادبون على أمر هذا الوطن هذا الفشل، وبالتالي يكون الكلام بهذه الصورة وبهذه الجرأة، وبالتالي يمكن يكون. لكن خليك في الكلام فقط يا دكتور، لم تجبني حقيقة. مثلا أقول لك يعني كلام كله كلام، كلام ليه أسابيع يعني. ما بفتكر، ما هو أسابيع، لكن بفتكر الحكاية. أنا في تقديري زي ما ذكرت لك، أنا ما بتخيل في فترة غير 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 طويلة يعني حيتم اجتماع واصطفاف لقوة كثيرة جدا. هذه القوة تناقش بصورة أو أخرى والأمر السودان وما يتعلق بأمر السودان وكل الأشياء التي ذكرها الآن من ناوي. الأشياء اللي كان الناس ممكن يجلسوا لها من 56 إلى الآن قال، فما ممكن إحنا نكرر نفس الخطأ، نجي في 2021 وفي نفس الوقت نكرر نفس الخطأ.